كما أصدر رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد توجيهات الخدمة المدنية بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل على موظفي الجهات الحكومية وإلزامية الفحص السريع لموظفي الجهات الحكومية بشكل دوري. ويتعين على الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الخميس 27 من مايو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق للعاشر من يونيو المقبل تطبيق سياسة العمل من المنزل بكافة الجهات الحكومية بنسبة 70%، وتستثنى من هذه التوجيهات الوظائف الحيوية بالجهات الحكومية. ستكون إلزامية الفحص السريع لفيروس كورونا لموظفي الجهات الحكومية المتواجدين في مقرات عملهم ومن يتم التعاقد معهم من قبل الجهة الحكومية بشكل دوري أسبوعيا، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين لديهم نتيجة فحص PCR سلبية لم تمضي عليها مدة 48 ساعة. كما يتعين على الجهات الحكومية التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لتوفير أجهزة الفحص السريع بحسب أعداد الموظفين المتواجدين في مقر العمل لتزويد الموظفين بها، وأن على إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية التنسيق لفحص جميع موظفيها الحاضرين لمقر العمل بشكل أسبوعي، وفي حال ثبوت نتيجة الفحص إيجابية لأحد الموظفين فإنه يتعين على الموظف فورا الإبلاغ عن ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة.